الشخص الأضوائي يختفي في وعي الناس أكثر فأكثر، بينما الهدفي يقوى في وعيهم يوما بعد يوم. الشخص الأضوائي يضر نفسه بنفسه، بينما الهدفي ينفع نفسه بنفسه. من يريد الهدف لا يريد الأضواء إذا كان صادقا في إرادته. أول ما يهتم به المبلغ هو تقديم سلوكه الشخصي، وأن يبدأ بنفسه يراقبها ويحاسبها ويرى نفسه، هل هو فعلا يجسد شخصية الإنسان المؤمن العامل أم لا؟